بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الطلاب. درسا جديدا من دروس قواعد اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي عبر مبادرة مسارات. طبعا درسنا لهذا اليوم هو من دوسيه 4 اكزيرسيس سور لو بيت، تمارين حول الهدف أي المفعول بأجله. طبعا في الفيديو السابق كان الدرس هو عبارة عن شرح لدرس قواعد لو بيت أو درس قواعد المفعول لأجله، واليوم سنأخذ تمارين حول هذا الدرس. Allons-y. Évaluation, je m'exerce. أنا سأتدرب الآن. Reliez les phrases suivantes en utilisant pour que ou pour. بيجيكم صيغة السؤال عليه علامتين. جملة واحدة فقط. اربط الجملة التالية en utilisant مستخدما pour que أو pour. طيب انتوا لازم تعرفوا لحالكم البور كو متى استخدم بور كو؟ quand on doit utiliser بور كو متى استخدم بور كو؟ اذا كان عندنا فاعل لجملتين مختلف. تمام. والبور اذا كان فاعل الجملتين نفسه. اذا كان فعل بالمصدر. البور كو البور كو بده يكون الفعل مصرف بالسبجونكتيف، يعني ما بنحذف الفاعل، بينما بالبور ايش بنسوي؟ نحذف الفعل ومنرجع الفعل للمصدر. تمام، هاي القاعدة نسبة، أليس كذلك؟ طيب مثال: إلا أشتي إن نوفيل موتو بوان نقطة إل فيزيترا سون فيلاج بندان لو ويك إند. إلا أشتي إن نوفيل موتو إل فيزيترا سون فيلاج بندان لو ويك إند. من يستطيع أن يحل هذه الجملة؟ أول شيء بدي أحدد لي الفاعل في هذه الجملة، فاعل هل هو نفسه أم مختلف؟ الفاعل نفسه. عند النقطة بنحذف النقطة والإيل، بنحط بنحط بور وبنحط الفعل في المصدر. دقيقة دقيقة. أول شيء مشان الزملاء الباقيين، عندي إيل، طلع هوني عندي إيل، وهون بعد النقطة في إيل، فإذا الفاعل هوني هو وهون هو، الفاعل نفسه، تمام. بكتب أول جملة، لعند النقطة إيش بحط؟ ماذا أضع؟ يلا ألاء، ماذا أضع؟ نضع بور. بور، برافو، حطينا بور، ماذا نفعل بالفاعل؟ بنرجعه للمصدر. الفاعل، ماذا نفعل بالفاعل؟ الفاعل بنحذفه، نحذف، تمام، نمشي وحدة وحدة. هلا فعل فيزيترا، فيزيترا فيرب بالمستقبل، له نهاية نحن قلنا فعل المستقبل لا نحذف شيء من الفعل ونضيف نهايات المستقبل، مزبوط؟ هلا الفعل هو فيزيتي او ار فإذا ايش بسوي أنا؟ بس بحذف الآ، مجرد حذفت الآ صار الفعل بالمصدر، فصارت عندي جملة صحيحة، لاحظوا الحل. Il a acheté une nouvelle moto pour visiter son village pendant le week-end. ما ترجمنا نهائيا؟ Il a acheté, اشترى. Une nouvelle moto, موتور جديد. Il, هو. Visitera, سيزور. Son village, قريته. Pendant le week-end, خلال عطلة نهاية الأسبوع. صار الحل. Il a acheté une nouvelle moto. هو اشترى موتور جديد. Pour visiter, كي يزور. son village قريته pendant le weekend خلال عطلة نهاية الأسبوع. deuxième phrase. elles ont acheté des billets. elles veulent aller au concert. qui peut résoudre cette phrase؟ مين بيستطيع حل هذه الجملة؟ يربط لي اياها ببور او بور كو. يلا نشوف. بدنا سرعة. بتقول يلا لا استاذ تفضلي هات لشوف مقارنة. هون الجملة تبدا بايش؟ ال، تمام، بال اول شيء الفاعل نفسه، والجملة الثانية تبدا بال، فاذا الفاعل نفسه الفاعل. تمام، نربط بايش؟ نربط ببور. بور، برافو. هلا في عندي هون فعل مصرف نهايته او ان تي ار مو مصرف. هذه جملة فيها فعلين، واحد مصرف وواحد مو مصرف. ايش بسوي بالفعل المصرف؟ المصرف بحذفه وبخلي المصرف بحذفه وبترك الفعل الثاني. تمام، فاذا هيك لاحظوا ال
ils ont acheté des billets pour aller au concert. هي جملة. ils ont acheté اشترينا des billets تذاكر. هن يريدنا veulent يريدنا aller الذهاب au concert إلى الحفلة. هن اشترينا تذاكر كي يذهبنا إلى الحفلة. كي يذهبنا إلى الحفلة. Troisième phrase. Elle m'a envoyé un message. هي أرسلت لي رسالة. هي أرسلت لي رسالة. نقطة. Je la chercherai. Je la chercherai à l'aéroport. سأصطحبها من المطار. سأجلبها من المطار. إذا هي اتصلت فيي بعثت لي رسالة مسج أنا راح روح جيبها من المطار. هون الفاعل نفسه أم مختلف؟ مختلف مختلف مختلف. ماذا نربط؟ بورك بورك بورك. هل أحذف الجو؟ هل أحذف الفاعل هون؟ ما بنفع. لا نجي للفعل. لاحظوا نجي للفعل نهايته آي. آي مستقبل. بحذف الآي بحذف الأر وبحط أ بيكون صار عندي الفعل بالسبجونكتيف بهالطريقة. لاحظوا الحل. إل مانفوي أون ميساج. هي أرسلت لي رسالة. بور كو كي جو لا شيرش أجلبها أو أصطحبها ألي غيبور من المطار. كيف يأتينا هذا السؤال في الامتحان؟ يأتينا هذا السؤال في الامتحان اربط الجملة التالية ببورك أو بور وبيجيب لكم جملة واحدة وبتحلوها. الحل يتوى بتاخذوا عليها علامتين. دائما الفعل دائما الفعل اللي مو مصرف بنحذفه وبنحط الثاني إذا كان في فعلين ما؟ إذا في فعلين إيه تمام. لاحظ طلعي هاي الجملة. هن يريدن الذهاب. هاي اللي ما مصرف مباشرة أنا نزلته مباشرة ما في داعي أحط الفعل الثاني. طيب تمام أستاذ يعطيك العافية. هلق عنا غلي لفراز السيوانت أنيتي لزان بور كو أو بور نفس الأمر. إل لاحظوا هنا السؤال. إل منفوي أن كارتون دانفيتاسيون. هي أرسلت لي بطاقة دعوة. هي منفيت أسافت. هي تدعوني لحفلتها. أرسلت لي بطاقة دعوة. هي بدها تدعوني لحفلتها. هون الفاعل كمان ايش؟ بدنا نستعجل شوي مشان الوقت. نفسه. فاذا بنحط بور حذفنا ال. هنا لا يوجد لدي فعل مصرف. اجي عندي فعل مصرف ما عندي فعل مصرف فعل غير مصرف ونضع ار للفعل انفيت. ال منفوي ان كارتون دانفيتاسيون بور منفيتي ا سافيت كي تدعوني لحفلتها. المثال الأخير اللي هو نفسه كمان إجانا بالشرح وقتها. جيمي أن بيجاما شو لبست بيجاما دافئة جونوغي بافغوا. لن أصاب بالبرد. بدي أقول أنا كي لا أصاب بالبرد. الفاعل نفسه. نعزف الجو منرجع الأوري. الأوري منرجع على أفوار وبعدين منحط النو والبا. وين منحط النو والبا؟ قبل الفعل. قبل الفعل. برافو. J'ai mis un pyjama chaud pour ne pas Kayla avoir froid au sable. Bravo. الآن choisissez la bonne réponse. اختر الجواب الصحيح. اختر الجواب الصحيح. Le salon sera fermé pour le. Pour le. فراغ. Rénove. أنا راح أشرحن. رينوفي هي ار بالفعل بالمصدر مو مصرف. رينوفي مصرف مع الفو. رينوف مصرف مع الايل او الجو. طبعا هون بريزا كيلي لا فورم كوريكت. ما هو الشكل الصحيح؟ اين فعل اين فعل من ناخذ اول فعل ريني استاذ الاول اول فعل. لماذا؟ لان عندي بو لان عندنا اجابه بالمصدر. الصالون سيغلق من أجل تجديده كي يجدد. يعني الصالون كي يجدد الصالون. تمام برافو. نبغنو أن تاكسي دو بور دو. دو بور دو أو كونسير أن روتار. ما راح ترجم بندقق شوية. دو بور دو هل هي هذه حرف جر أم أداة ربط؟ دو بور دو أداة ربط. لا حرف جر. دو بور دو. لا حرف جر.
جار الفعل بده يكون بالمصدر، اين هو مناسب من هدول؟ اول واحد. اول واحد، اول واحد. برافو. اريفي نو برونو ان تاكسي، اخذنا تاكسي. دو بور داريفي، خشيه خوفا ان نصل متاخرين الى الحفله، متاخرين الى الحفله. طغوا ثلاث. il faut faire plus d'effort pour que، لاحظوا على البور كو، عندي بور كو وعندي تي، بور كو تي، لاحظوا اداه رابط وعندي فاعل، معناتها هون لازم يكون الفعل مصرف، اليس كذلك؟ هل هل بصير نحط ريسير؟ لا. تمام. طيب علق التي، التي ايش بتاخذ نهايه بالسبجونكتيف؟ او اس، مضبوط يا انسات؟ او اس. اذا انا يمنا ناخذ ريسيس. il faut faire plus d'efforts، يجب ان تبذل جهد كثير pour que كي تريسيس تنجح، كي تنجح. اربعه il suffit de l'aider pour qu'elle، pour qu'elle، لاحظوا pour qu'elle، فاذا عندي اداه ربط وعندي فاعل، اين هو الفعل الصحيح هون؟ الاول ام الثاني ام الثالث؟ être soit soit. بس ملاحظة راح أنا أشرح لكم شوي. لإيتر مو مصرف، بصير نحط إيتر؟ لا ما بصير. تمام. عندي سوا، عندي سوا وعندي سوا، سوا نهايتها أو إن تي، الأو إن تي بده يكون هون عندي فاعل جمع، يعني إل أفيك إس أو إيل أفيك إس، فمعناتها ما بصير نحط هاي، بدنا نحط إيش؟ سوا. يكفي أن تساعدها، يكفي أن تساعدها كي تكون سعيدة، كي تكون سعيدة. تالي ما في شيء، انه هون فعل فيرب اتر بصير سواه بالسبجونكتيف، طبعا او ان تي بيكون عندنا اي لفيكس، بينما سوال الى تي بيكون اي او ال. خمسه سانك جو تو تيليفون، انا اتصلت بك، انا اتصلت بك او بك. تانفورمي اعلمك او اعلمك، اعلمك، لاحظوا نهايه الفعل ماذا؟ نهايه الفعل او ار، لاحظوا او ار. من الذي اتصل؟ انا. ومن الذي سيعلم؟ أنا. فإذا هون فاعل الجملتين نفسه بالأساس. كي أعلمك دولادات بتاريخ اجتماعنا القادم. ما هو الجواب الصحيح هون؟ هل هو كي أم كي أم خشية أن خوفا أن؟ بوغ أول احتمال. بوغ. ليش بوغ؟ لأن الفعل هون بالمصدر، أليس كذلك؟ نعم. طيب برافو. طيب الجملة الأخيرة ما بعرف إذا في إسا جمال. parle lui، كلمه. afin qui، afin que، كي، لاحظوا afin que، كي هو، أنت كلمه، كي هو sur sa décision، يتراجع عن قراره، يتراجع عن قراره. ما هو الجواب الصحيح هنا؟ revenir أم revient أم revienne؟ أستاذ أول وحدة، أول وحدة فعل مصرف، لاحظي إير وعندي إيل، لاحظ عندي إيل هو بده يكون فعل مصرف، الإيل إيش بناسبة نهايات؟ روفين، روفين الأم. تمام روفين. طيب مثال كمان سبعة ست. afin de فراغ لإكزيرسيس ليزي لا كونسين، إكرير إلا إكريف إلا إكري، هنا حرف جر، لاحظوا افان دو حرف جر، هنا بناخذ يلا اول وحده اكرير، افان دي اكرير ليكزيرسيس، كي تبدا التمرين، كي تكتب التمرين اقرا التعليمات. ويت ثماني جو ليزي ايدي افان كيل فواياجي، لاحظوا افان كو، افان كو اداه ربط، بوفوار ما بنحسن نحطها، وبويس بتصير وبويس بتصير، هاي بويس بتصير وهاي بويس بتصير، فعلين مصرفات، بس بدي اطلع انا هون عندي اي لافيك اس، اشو بيناسب الاي لافيك اس؟ او انتي الا او اخر وحده نهايتها او انتي. طيب تسعه تو بو مانديكي لو شومان، هل تستطيع ان تحدد لي الطريق؟ يعني تدلني على الطريق، اللي للذهاب الى المحطه، اللي بفعل بدون تصريف، هنا يمنا ناخذ بور، بور، بور،
برافو. فورا لي كي أذهب إلى المحطة. عشرة. This. Il ne me prête pas son cahier. هو لا يعيرني دفتره. هو لا يعيرني دفتره. فراغ. أضيعه. هو ما بيعيرني دفتره. أنا ضيعه. لاحظوا هنا نو. لاحظوا حتى أنا بالميل. إذا قلنا لكم مجرد شفنا نو معناتها لازم نحط خشية أو خوفا عنه. أنا يمكن نحط هلا هون. دبرت. آخر وحدة. إذا هو لا يعيدني دفتره خوفا أن أضيعه. أونز. Il m'a prêté. Il m'a prêté son cahier. هو أعارني دفتره. هو أعارني دفتره. فراغ. جبس أستطيع مراجعته. هو عارني دفتره. أنا أستطيع مراجعته. لاحظوا هنا الفعل اختلف. والفعل مصرف. لاحظوا. Je puis. فعل بالسبيونكتيف. بصير حط بور. بور حرف جر. ودبر دو. دبر دو خوفا أن كمان حرف جر ما بصير. إذا ما دي حط بور كو. كي. بور كو. Je puis ريفيزي. دوز. Je vais voyager. سأسافر. سأسافر. فراغ. مغبوزي. أرتاح. من الذي سيسافر؟ أنا. ومين بده يرتاح؟ أنا. فالفعل بدون تصريف. فعل بدون تصريف. فما أشو بدي أحط؟ بور. إلا بور كو. إلا دو كران دو. بور. بور. برافو. بور. بور. الجملة الأخيرة. أبلي موا دوما. اتصل بي غدا. اتصل بي غدا. فراغ. اون كونفيان. نتفق. دون رونديفو على موعد. اتصل انت فيي مشان انا وياك نتفق على موعد. اذا الفعلين اختلفوا. هون عندي فاعل كونفيان بالسبجونكتيف. فاشو الحل؟ بور حرف جر وافاندو حرف جر وبوركو اداه ربط. هنا هي جمله صحيحه. بوركو. برافو. بوركو. كي. طبعا هيك تمارين بيجي عليها نصف على درجه في الامتحان. اختيار متعدد. طبعا هذا هو درسنا لهذا اليوم. في اي سؤال؟ اسكيليا ان كيستيون. هل هناك اي سؤال؟ لا تمام استاذ. تمام. الله يعافيكم. اهلا وسهلا.